بص انا هتفق معاك جدا، يعني زي ما انت بتقول كده المفروض احنا دايما بنطلع نحلل او بنتكلم او ضيوفنا بيتكلموا او بيحللوا بيقول لك المفروض كان يحصل لما بيبقى في حاجه ناقصه. فعلا امبارح لو احنا هنتكلم ونبقى فارق المفروض احنا فعلا كنا عملنا ده، وكان كمان قدامنا خيارين، يعني الاول ان انت فعلا تقتل المباراه تماما بهدف زي ما اتكلمنا ثالث عشان تحسم بيه كل حاجه، او على الاقل كمان ان انت تحافظ على فارق التقدم بهدفين زي ما بنتكلم في الشوط الاول. لكن اللي حصل على الارض للاسف كان عكس اللقاء، يعني استقبلنا هدف في الثواني الاخيره من الشوط الاولاني، ورجع بعد كده لعيبه المنافس للمباراه مره ثانيه. ومع ذلك برضو بنتكلم يعني بشكل واضح ان تعليمات الجهاز الفني بين الشوطين كانت ضروره تسجيل في الشوط الثاني، ما فيش بقى يعني زي ما بتقال رفاهيه حاجه ثانيه، واستغلال كمان عدد الفرص الكتير جدا اللي كانت موجوده امام مرمى الخصم زي ما حضراتكم تابعتوا. يعني جات لينا فرصه العمر بصراحه مره ثانيه اننا نحسم الامور بهدف ثالث بعد ما احتسب الحكم ضربه جزاء على المدافع اللي منع هدف بايده زي ما حضراتكم تابعته، واخد طرد بعدها. طبعا كل دي او كل الظروف دي كانت بتقول اكسب، كانت بتقول لك احسن الصعود من يعني القاهره، خلاص ده اللي احنا كنا داخلين الماتش نتمناه. لكن للاسف ضاعت ضربه الجزاء، وطبعا صدها الحارس يعني من عمرو السوليه، وبقيت خلاص باقي احداث المباراه عباره عن هجوم كان كاسح جدا من لعيبه الاهلي زي ما احنا شفنا، ولكن فرص بتضيع. يعني برضو الواحد مش فاهم، عندك كان بيرستاو طبعا، عندك كان قفشه اللي نزل في الشوط الثاني، احمد عبد القادر كمان، وليد سليمان، لغايه لما انتهت زي ما حضراتكم تابعتوا احداث المباراه بنتيجه 2-1 لصالح الاهلي. خارجين مبسوطين؟ خارجين راضين؟ لا، احنا خارجين مبسوطين طبعا، لكن مش خارجين راضين. في فرق بين ده وده. ليه مش خارجين راضين؟ لان انت كان نفسك زي ما قلنا ان احنا يعني نرتاح، ان احنا نطمن، ان احنا نروح واحنا عندنا ثقل، ان احنا نروح واحنا عندنا ثقه اكتر. ولكن على كل حال لسه في برضه امل، ما عندناش مشكله، الاهلي بيقدر ان هو على الارض يعوض، مش اول ولا اخر مره طبعا. ان شاء الله خير في اللي جاي يا كريم.